أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل جهنم وبئس المهاد. لا اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تحتها الأنهار خالدين فيها لكن الذين اتقوا ربهم نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما لله
خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله لكن الذين اتقوا ربهم تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم تجري من تحتها الأنهار
الأنوار خالدين فيها. نزلا من عند الله. نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. وما عند الله خير للأبرار. وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم. الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Oh.
اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي صابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها منهما رجالا كثيرا
واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله من الذي تساءلون به الله العظيم. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ألا وهو كتاب الله أيها السادة، والذي قتلاه علينا وعليكم علم من أعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية وسليل المدرسة المنشاوية، يسير على الطرب التراثي الشهير مدرسة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، فخر قراء محافظتي البحيرة والاسكندرية، الا وهو صاحب الفضيلة فضيلة الاستاذ القارئ علاء الدين ابو عطية القارئ والمقيم بمدينة الاسكندرية. كل ذلك على احدث مكبرات الصوت والضوء والمعرض الفني الحديث، قصور ضيافة متنقلة في جميع انحاء الجمهورية بصاحبها الحاج كمال ابو رميلة، ونيابة عن عائلات محفرش وعنهم الاستاذ احمد سعد محفرش، يتقدمون جميعهم بخالص الشكر والتقدير، خالص الشكر والتقدير الى كل من اتى متقدما الى واجب العزاء، سائلين المولى تبارك وتعالى الا يريكم الله مكروها في عزيز لديكم، وانا لله وانا اليه راجعون.